النشرة الرئيسية من فضائية تربوية، مساء الخير. البداية دائما مع العناوين. سوريا تحل ثانيا، مبادرة تحدي القراءة العربي تعلن أسماء الفائزين للموسم السابع ضمن احتفالية في أوبرا دبي. حوار أدبي وفكري في مدارس أبناء وبنات الشهداء. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أسماء المقبولين في مفاضلات الجامعات الخاصة. أهلا بكم. بمشاركة سورية عقد في دبي الاجتماع التنسيقي التحضيري للموسم الثامن من مبادرة تحدي القراءة العربي التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة. المنسق العام للمبادرة في سوريا علي العباس قدم خلال الاجتماع عرضا يتضمن المحطات التي تمر بها مبادرة تحدي القراءة في سوريا والتي تشارك فيها للمرة الثانية، إضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح للطلاب المشاركين ولا سيما من فئة ذوي الإعاقة. هذا وحصدت سوريا المركز الثاني في التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بنسخته السابعة التي أقيمت في دبي بمشاركة الطالبتين نعمة رجوب بطلة سوريا لتحدي القراءة العربي وهيفاء عدواني بطلة سوريا بالتحدي عن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان احتشد عدد من طلاب المدارس في معهد الحرية بدمشق بانتظار إعلان لقب بطل التحدي تشجيعا لطالبتين نعمة رجوب وهيفاء عدواني المشاركتين عن سوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي بنسخته السابعة. أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني خلال الحوار الأدبي والفكري الذي تم تنظيمه في مدارس بنات الشهداء أهمية الاهتمام بالجانب الثقافي والأدبي وتحديدا باللغة العربية في المدارس وخاصة مع الفئات العمرية الصغيرة، إضافة إلى التركيز على الأنشطة الرياضية والثقافية لدورها الأساسي في تنمية شخصيات الطلاب ومهاراتهم. بدورها أوضحت مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب أن غاية هذه الندوة الأدبية تحفيز الطالبات على القراءة والنقد ودعوتهن لوضع آرائهن وأفكارهن حول القصص التي قرأنها ثم مناقشتها مع الكاتب بهدف تعزيز ملكة الحوار وتوسع مداركهن وتنمية مهاراتهن. بمشاركة 13 مدرسا وإداريا، دورة تدريبية لكوادر التعليم المتمازج الجدد تشمل الخطة الدرسية والمحتوى الإلكتروني. التفاصيل في هذا التقرير. بهدف التعرف على مستجدات منصة التعلم المتمازج، أقامت مديرية التربية بحلب دورة تدريبية لكوادر شعب التعلم المتمازج الجدد. دورة التعلم المتمازج هي لها هدف عام هو تدريب المدرسين الجدد في التعلم المتمازج على التعامل مع منصة المودل، كيفية صناعة الاختبارات، ونهاية تضمين المنتدى الذي يعتمد على الطالب بشكل مباشر وهو غاية التعليم، أي تحسين جودة المنتج التربوي من خلال رفع سوية وأداء المدربين والمدرسين الجدد في التعلم المتمازج. الهدف من الدورة مناقشة الخطة الدرسية وتطوير المحتوى الإلكتروني والتمكن من الأدوات الجديدة وآلية استخدامها وتوظيفها بالشكل الأمثل. برنامج مخطط من قبل الوزارة ويتضمن إضافات الموديل، بالإضافة تفريغ القالب الخطة الدرسية على الموديل وتصميم الدروس أو الاختبارات على الموديل. أول يومان كان يشمل الخطة الدرسية والموديل، ثم بعد ذلك كيفية التعامل مع المواقع التفاعلية وتنصيبها ضمن الموديل. الدورة بدأت يوم الأحد الماضي بمشاركة 13 مدرساً وإدارياً من كوادر التعلم المتمازج وتستمر حتى يوم الخميس القادم. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. مع استمرار منافسات التسجيل في تحدي بيبرس على مستوى المحافظات، تنتقل المنافسة إلى المدارس السورية على مستوى المحافظة الواحدة، لتتصدر مدرسة الباسل للمتفوقين المختلطة في محافظة دمشق المرتبة الأولى في أعداد المسجلين أمام نظيراتها من المدارس الأخرى.
الطالب حازم سامر جنود من محافظة السويداء مدرسة كمال مسعود شارك في منافسات تحدي بيبرس للتفكير الحسابي لعام 2022 مكللا جهوده بحصوله على الميدالية الفضية. الجدير بالذكر أنه أيضا من عائلة الأولمبياد العلمي السوري لاختصاص الرياضيات، وقد تصدر الترتيب حاصلا على ذهبية في الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين 2023. بعد الانتهاء من أعمال البناء افتتحت صيدلية نقابة المعلمين في دير الزور بالتشاركية مع مديرية التربية. الصيدلية التي تدخل الخدمة بعد انقطاع لأكثر من 12 عاما ستقدم العديد من الخدمات للعاملين في القطاع التربوي. التفاصيل في التقرير الآتي. بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات تعود صيدلية نقابة المعلمين لتقديم خدماتها للعاملين في القطاع التربوي بعد الانتهاء من أحداث مقرها الجديد بالتعاون مع مديرية التربية. بعد أكثر من عقد من الزمان الحمد لله تم إعادة تفعيل صيدلية نقابة المعلمين، وبجهود من القيادة السياسية والتنفيذية والنقابية في المحافظة على رأسهم الرفيق رائد الغضبان أمين فرع الحزب بدير الزور، والرفيق القاضي فاضل نجار محافظ دير الزور، والشراكة الحقيقية بين وزارة التربية والنقابة ظهرت في صيدلية نقابة المعلمين، حيث تم بناء هذه الصيدلية بعد موافقة الوزارة على الأرض وبنائها لتخفيف الأعباء المادية عن زملائنا المعلمين، حيث تساهم الأدوية والصيدلية بحسم 50% من قيمة الوصفة النقابية لزملائنا المعلمين، وتخدم كافة أفراد العائلة من زوجة وأولاد. بالتشاركية مع نقابة المعلمين تم اليوم افتتاح صيدلية نقابة المعلمين لتقديم الخدمات اللازمة لمعلمينا. طبعا دور تربية دير الزور كان هو تقديم قطعة الأرض للصيدلية لنقابة المعلمين، والحمد لله تم افتتاح هذه الصيدلية. وتعتبر الصيدلية من ضمن الخدمات العديدة التي تقدمها النقابة للمنتسبين إليها. هو بصيدلية نقابة المعلمين نخدم فئة المعلمين في حسم 50% لكافة المعلمين، وخففنا العبء المادي عنهم طبعا بموجب الدفتر والوصفة الطبية المقدمة إن كان وصفة دائمة أو مؤقتة. تشاركية بين مديرية التربية ونقابة المعلمين أثمرت عن نجاح وارتياح بين الكوادر التربوية، كونها ستسهم في تخفيف الأعباء المادية عنهم. التربوية السورية، فاروق المضحي، دير الزور. دورة تدريبية محلية للإداريين في معاهد إعداد المدرسين والرسم والموسيقى والرياضة، إضافة للمعاهد الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التربية، للتعريف بمهام شعبتي شؤون الطلاب والامتحانات في حلب. ضياء قدور والتفاصيل. بهدف رفع كفاءة الإداريين، أقامت مديرية التربية بحلب دورة تدريبية محلية للكوادر الإدارية بالمعاهد التابعة لوزارة التربية. هون عدد الحاضرين 38 تقريبا متدرب ومتدربة، بتضم مدراء، بتضم رؤساء شعب امتحان، رؤساء شؤون طلاب، وأمناء معهد. الدورة غايتها أنه تعريف بشعب الامتحانات وشعب شؤون الطلاب، تعريف بآلية عمل الامتحانات منذ بداية العام الدراسي حتى وصولنا إلى إعداد مصدقة التخرج وإعلان المتخرجين، وكل المساعدات الامتحانية، كل ما بيتعلق بالامتحانات من إعداد وتحضير لقاعاتها لامتحاناتها لرصدها، كل الآلية الموجودة والقرارات اللي وصلت لكل المعاهد من أجل خلق يعني آلية عمل موحدة. محاور التدريب شملت مهام شعبتي الامتحانات وشؤون الطلاب واللائحة الداخلية والمراسلات الإدارية. أنا كعملي رئيس شعبة شؤون طلاب حاولت قدر الإمكان مع بداية الدورة أعرف عملي وخصوصية العمل لكل متضمن لكل عمل على حدة، ابتداء من إدبار الطالب، إضافة للسجل العام، إضافة لتدوين البريد، إضافة للرسوم اللي حاليا صدرت عن وزارة التعليم العالي الجديدة. فحاولنا نعرف قدر المستطاع بعملية وآلية دفع الرسوم للطالب. 36 إداريا من المعاهد التحقوا بالدورة التي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس القادم.
ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. أعلنت جامعة دمشق شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية وفق نظام التعليم الموازي للطلاب الخريجين من برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2023-2024. وأشارت الجامعة في إعلانها إلى ضرورة أن يكون الطالب حاصلاً من إحدى الجامعات السورية على درجة الإجازة في أحد الاختصاصات المطلوبة أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس جامعة دمشق، مبينة أنه سيتم قبول 150 طالبا وطالبة من المتقدمين في مختلف الاختصاصات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولين في مفاضلات الجامعات الخاصة المفاضلة المركزية للاختصاصات الطبية ومنح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2023-2024. بمشاركة 1000 طالب وطالبة انطلقت في محافظة حماة الأدوار التمهيدية لألعاب القوى في البطولة المدرسية على مستوى المحافظة. التفاصيل في هذا التقرير. تأكيدا على أهمية التربية الرياضية في حياة الطلاب ولتنمية مهاراتهم بالألعاب واستنادا لخطة وزارة التربية، انطلقت في محافظة حماة الأدوار التمهيدية لألعاب القوى في البطولة المدرسية على مستوى المحافظة. انطلقت البطولة المدرسية لكافة الألعاب، واليوم بدأت بطولة ألعاب القوى للمرحلة الإعدادية والثانوية في مدينة حماة وفي كافة المناطق. وبطولة ألعاب القوى هي البطولة المحببة الأكثر لطلابنا في سباقات الجري والتتابع والرمي والوسب. وشهدت البطولة منافسات قوية بمشاركة مدارس المحافظة كافة للحلقة الثانية والثانوي. بالنسبة للبطولة كانت ناجحة كثير، والمنافسة ماشية حلو كويسة، والتحكيم كان رائع جدا، يعني ما بدي احلى، يعني كويس كثير، الله يعطيهم العافيه ومشكورين. شاركنا بهي البطوله وشكرا لوزاره التربيه على نوع مثل هيك نوع من البطولات لحتى نرفد جميع المنتخبات الوطنيه بهي البطولات اللي هي ام الالعاب العاب القوى. بلغ عدد المشاركين في الدور التمهيدي حوالي 1000 طالب وطالبه. شاركت بالبطوله 2500 متر، كانت المنافسه قويه كثير جدا، يعني حققت المركز الاول. جبت مركز اول على 100 متر وانا من مدرسه البيان، وبحب شجع كل شخص بده يشارك. مدرسة وجيه البارودة الصناعة، الثاني وجيه بارودة، أخذت الحمد لله فضل الأول على شو اسمه مستوى الأول بالرقد السباق. أنا طالب عبد الله القاضي من مدرسة النخبة، شاركت ببطولة المدارس بحماة وأستاذ أخذت المركز الأول بلعبة الكرة الحديدية. شاركت ببطولة المدارس ألعاب القوى مسافة 1500 متر وقدرت أحقق المركز الأول. شكر خاص للتربية ولوزير التربية والتعليم. هذا وسيتم انتقاء اللاعبين الفائزين في الدور التمهيدي للمشاركة في مسابقات الأدوار النهائية، حيث يتم انتقاء اللاعبين لتمثيل المحافظة في البطولات المركزية التي تقيمها وزارة التربية. وتعد البطولات المدرسية هي الخزان البشري الرافد للمنتخبات الوطنية بجميع الألعاب التي تقيمها وزارة التربية. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حماة. نتابع معنا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للأسر المنتجة وغرفة الصناعة والتجارة الأبخازية. مديرية زراعة درعا تخصص 5 مراكز لبيع الغراس المثمرة والحراجية للمواطنين. بهدف تنمية الصناعات الحرفية والتقليدية ودعم الحرفيين الشباب في قطاع الأعمال بسوريا وأبخازيا، وقع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وغرفة الصناعة والتجارة الأبخازية مذكرة تفاهم لتحسين واقع الحرف اليدوية في البلدين. ووفق المذكرة يتم العمل على تنفيذ أساليب جديدة للعمل الحرفي وإقامة شراكات مع جهات متعددة عربية وأجنبية معنية بالعمل الحرفي. كما يقوم الطرفان بتنفيذ أنشطة وفعاليات مشتركة بهدف تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التابعة لقطاع الصناعات الحرفية والتقليدية لدى الطرفين، وتبادل الزيارات والخبرات والمواد المطبوعة، إضافة إلى إقامة فعاليات وأنشطة محلية ودولية والمشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات التي يعقدها الطرفان.
بلغت كميات الأقطان المسوقة إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 4775 طنا منذ بداية موسم القطاف وحتى الآن من المحافظات كافة. وأوضح مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي أن المساحة المخططة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لزراعة القطن بلغت 57173 هكتارا، تم تنفيذ 35896 هكتارا منها 13393 هكتارا في المناطق الآمنة. خصصت مديرية زراعة درعا 5 مراكز لبيع الغراس المثمرة والحراجية للمواطنين. وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد، بين أن المراكز تتوزع على مديرية الزراعة ومركزي إزرع ونهج لإنتاج الغراس المثمرة، موضحا أن الغراس المثمرة المتوفرة تتنوع بين الزيتون والتين والرمان والإجاص والجوز البذري والفستق الحلبي البذري. وننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير كوتش. مساء الخير ماهر. تفضل. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. حقق لاعب منتخب سوريا لرفع الأثقال علي منذر 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في ختام منافسات البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة. ونال منذر ذهبية فئة الناشئين برفعة الخطف 145 كيلوغراما، وذهبية رفعة النتر 166 كيلوغراما، وذهبية المجموع العام 311 كيلوغراما، إضافة لنيله ميدالية فضية برفعة الخطف بوزن فوق كيلوغرامين بعد المئة. كما حقق اللاعب قسورة جغيلي 3 ميداليات ذهبية في منافسات فئة الشباب بالخطف 152 كيلوغراما والنتر 195 كيلوغراما وبالمجموع العام 347 كيلوغراما، إضافة لبرونزيتين لرفعة الخطف 195 كيلوغراما وأخرى للمجموع العام 347 كيلوغراما. حدد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة 15 من الشهر القادم موعد انطلاق منافسات بطولة أندية غرب آسيا وصل التي كان من المقرر أن تنطلق في 16 من الشهر الجاري. ويشارك الاتحاد أهلي حلب في المجموعة الأولى مع أندية غورغان الإيراني ودينامو اللبناني والنفط العراقي، بينما يشارك الوحدة بالمجموعة الثانية إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والأهلي الأردني والأرثوذكسي الفلسطيني. ويستهل أهلي حلب أولى مبارياته بمواجهة النفط العراقي في 16 من الشهر القادم على أرض صالة الحمدانية بحلب. كما يلتقي الوحدة فريق الشرطة العراقي في 23 من الشهر ذاته في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. توج الدولي السعودي سالم الدوسري نجم نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، وذلك بعد منافسات مع كل من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي. وتسلم الدوسري جائزة الأفضل من الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال حفل الجوائز السنوي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة. ودع لايبزيغ حامل اللقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من الدوري الثاني إثر خسارته أمام مضيفه فولفسبورغ بهدف مقابل لا شيء. وأحرز التشيكي فاكلاف سيرني هدف الفوز لمصلحة فولفسبورغ في الدقيقة 14 في المباراة التي شهدت طرد الدنماركي يوسف بولسن من جانب لايبزيغ لنيله بطاقتين صفراوين في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. عودوا لك معي. شكرا لك كوتش. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، نعود نذكر بالعناوين. سوريا تحل ثانيا، مبادرة تحدي القراءة العربي تعلن أسماء الفائزين للموسم السابع ضمن احتفالية في أوبرا دبي. حوار أدبي وفكري في مدارس أبناء وبنات الشهداء. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أسماء المقبولين في مفاضلات الجامعات الخاصة. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.